تتزوج بنت أكبر منك؟ لا والله ما أتزوج. ممكن هذا كلام أمهاتنا، يقول 7 سنين يا الله يوصل مخ المرأة. والله ممكن عند المجتمع بس يعني، والله هي ما فيها شيء. ما في مشكلة يعني، ما العمر ما كلش ما كان سبب الزواج يعني. لا يكون هو أوعى منها أحسن. ما يمنع ليش لا؟ هذا الجيل لا، أنا صراحة أخاف منه. متزوج يعني أكبر من عندي بعد 4 سنوات. تتزوج بنت أكبر منك ب10 سنين؟ إيه نعم. وناوي بعد. وايد حريم خذوا أن هي تكون أكبر ب4 سنين، مع الوقت هو لما اكتشفت أنه متزوج أصغر منه ب5 سنين 6 سنين صراحة يعني. أنا ما أبي أخذ واحدة تعلمني الحياة، أنا أبي أخذ واحدة بعقلي بعمري يعني تفهمني وأفهمها، فهمت؟ بس يعني كذي الموضوع. أفضل أنه تكون البنت أكبر من الرجل عشان هم متركدة وكذي يعني، تكون بنية فاهمة ناضجة، ناضجة الأمور، ما يكون عقلها صغير. رسول صلى الله عليه وسلم تزوج سيدتنا خديجة يعني أكبر منه 7 سنين وفوق، 10 سنين الحين أنا أقول ما شاء الله. الحين الحريم مخهم، الريال ما يقدر على مخ المرأة، المرأة ذكية. وإذا عنده تجارب وايد بالحياة يقدر؟ لا ما يقدر. تجارب الحياة هي تبين، مرات يكون الكبير تشوف ياهل بالتصرفات بكل شيء. صح، هو مو بالعمر، ممكن تلقى واحدة يعني صغيرة بس هي كبيرة بالعقل، بس هذه وين تلقاها؟ نادرا يعني. الريال دائما يحب المرأة اللي تكون أصغر منه. أنا الأمانة بنفسي أنا قايل لأمي، قلت أنا جيلي أنا ما أبي من جيلي، مع احترامي يعني الجيل هذا تخبر أنت يعني تطورات، أنا قلت ما أبي من جيل، أنا أبي بنت أكبر من عندي. يعني أكبر منك بكم سنة يعني؟ 10 سنين عادي؟ لا 10 كثير يعني، ممكن تختلف الأجيال 10 سنين. أي والله شوف يعني عادي تعيش يعني، كل واحد عنده عاداته وتقاليده، وكل واحد عنده أفكاره، كل واحد عنده توجهه يعني. متزوج؟ أنا لا، وإن شاء الله الله يرزقني ويرزقك بعد. أحسك مو متزوج. أنا عندي عيال. لا والله الله يخليهم لك إن شاء الله. ما تزوجت بكورونا، استغليت الفرصة؟ لا والله مسافر والله. أي والله في شباب استغلوا الفرصة؟ والله هذا استغل الفرصة. إي هذا إي ذبحتين وبس. لا وين ذبحتين، هذا حوار كذي. ما شاء الله يعني تشوفها 18 سنة بس كأنها 30 سنة ما شاء الله من ذكائها. بس مو شكلا يعني؟ لا 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 هد الشكل العقل. بس انا زي انا بيني وبين زوجي 6 سنين ويتوافق كثير فكري وكل شيء. اي ولو اختار انا حق ولدي اختار لا اقل شيء اكبر منه ب3 سنوات 4 سنوات. ايد الريال انه ياخذ وحده اصغر منه، بس ما ايد المراه انها تاخذ انسان اصغر منها نهائيا، لاني انا شفت يعني انه ما يجوز هذا الشيء. ما شاء الله ما شاء الله الحريم يعني ما شاء الله ما شاء الله، ذكاء عندهم، الفطنة عندهم أعلى أعلى. كم يعني كم سنة لازم فرق؟ يعني 6-5 سنين 7 سنين لحد 10 سنين هو أكبر. سبحان الله الريال يعني دائما هو قلبه طيب، الريال قلبه طيب، عشان كذي ما يقدر على المرأة بسرعة ينحاز، شنو تبي بسرعة يعني. يضحك عليه بسرعة. يبي لهم ريال يكون فاهم، لازم يكون فاهم عشان يقدر عليهم. بالعكس لاقي واحدة عمرها 50 سنة كانها عمرها كم 25 سنة 30 سنة، بس مو بالطيشان والهاي لا، يعني راقدة بشكلها بأناقتها. إن شاء الله تزوج. آمين. حطك العافية. تعدد بإذن الله. تعدد؟ إيه. أنت ما أنا عددي لا ما أقدر.